بالنسبة للإنترودكشن تو جاسترونتستاينال تراكت جي اي تي، الجاسترونتستاينال تراكت عبارة عن تيوب ستارتد باي ذا ماوث كافيتي والنهاية بتاعتها اللي هي الانال كانال ولا الانال اورفيس. الجي اي تي سيستم عبارة عن التراكت اللي هنحكوا شنو البارتس بتاعتها، ومعاه جزء ثاني يسمى الاكسسوري جلاندز اللي هما السليفري جلاند والليفر والبنكرياس. بس بالنسبة للجي اي تي سيستمز بتكون بداية بالماوث كافيتي، افتر ذا ماوث كافيتي وي هاف فارينكس، وهذا جزء مشترك بتوين بتوين الرينال بتوين سوري بتوين الريسبيراتوري سيستمز اند ذا جي اي تي سيستمز. بعدين عندنا هنا مكان تيوب فيري امبورتنت تيوب ويتش از كولد اوسوفيجاس. الاوسوفيجاس اللي هو المريء اللي هو بيوصل لي الاكل بعدها للمنطقة بتاعت الستومك. After the stomach we have small intestines divided in three parts اللي هي duodenum, jejunum, ileum. بعدها حيجيني الجزء اللي بعد the large intestines هي تبدأ في right iliac fossa by the cecum, ascending colon, transverse colon, descending colon, sigmoid, S-shape, rectum and the anal canal. هذوما هم البارتس اوف ذا جي اي تي سيستمز. بالنسبه للاكسسوري جلاندز وي هاف سليفري جلاندز ان ذا ماوث كافيتي، وعددهم ثلاثه سليفري جلاند، اثنين تحت التانج اسمها سبلينجوال، واثنين تحت المانديبل على سايدز اوف ذا مانديبل يسمى سب مانديبولار، واثنين بيهايند ذا اير يسمى باروتيد جلاندز. كلهم بيرد وكلهم يصبوا السكريشنز بتاعهم السلايفا within the mouth cavity. بالنسبة للماوث كافيتي this is the mouth cavity divided into two parts، متكون من vestibule and mouth cavity proper. الفيستيبيول هو الاريا اللي جاية between the lips and cheeks and the teeth and gum اللي هو slit shapes البراني، هذا هي الجزء البسيط الاكسترنال. بالنسبة للماوث كافيتي proper اللي هو الجزء اللي هو الماوث كافيتي اللي جاي inside the teeth and gum، وعندي له روف من فوق فلور من تحت وتو وولز على اللاترال سايد. المين كونتنت اوف ات اللي هو متكون عندي فيه جوا منه التانج. بعد التانج يجيني الجزء الثاني اللي هو الفارينكس. الفارينكس عباره عن تيوب ستارت فروم ذا بيز اوف ذا سكال عند السيرفايكال فيرتبرا رقم 6 سيرفايكال فيرتبرا رقم 6، وهو عباره عن تيوب بيهايند النوز يسمى نيزو فارينكس اورو فارينكس ولارينجيو فارينكس. حيوصل لي الفود بعدها الى تيوب ويتش از كولد الاوسوفيجاس. الاوسوفيجاس از تيوب يعتبر الكونتينيويشنز اوف فارينكس ستارتد ات ذا ليفل اوف ذا سيرفايكال فيرتبرا رقم 3، طوله اراوند 25 سنتيمتر وينتهى في الكاردياك اورفيس اوف ذا ما اوف ذا ستومك ويتش از كولد جاسترو اوسوفيجيال جانكشنز على الليفل بتاع التي 11 اللي هي الثوراسيك فيرتبرا رقم 11، بس هو قبلها بيرسد للديافراغم الحجاب الحاجز على الليفل بتاع تي 10 باش يوصل لي الفود للمنطقه بتاعت الدايجستشن ويتش از كولد الستومك. الستومك عباره عن موست دايليتد بارت ماسكولار اورجنز ستارتد فروم ذا كاردياك اند to the pyloric end. الاستومك المين فانكشنز بتاعها هي عملية الدايجستشنز، عندها من قدام anterior surface وعندها على الباك posterior surface، عندها على الرايت سايد جزء منها يسمى lesser curvatures، وعندها جزء الكبير منها على الريفت سايد which is called greater curvatures. هذا هم البوردرز اوف ذا stomach. الستومك ديفايدد انتو 3 بارتس، الجزء اللي هو هايست تو ذا كارديا كولد فاندس، الجزء اللي بعده يسمى البودي، واخر جزء يسمى بايلورس. نجول الجزء الثاني اللي هو السمول انتستين. السمول انتستين ديفايدد انتو 3 بارتس، سي شيبد لوب ويتش از كولد ديودينم، بعد هيك عندي جيوجينم، واللاست بارت يسمى اليوم. السي شيبد ديودينم هو يلف لي حوالين الهيد اوف بنكرياس، والمين فانكشنز بالنسبه لديدم كومبليت عمليه الدايجستشنز وستارتد لعمليه الابزوربشنز. الجزء اللي بعد الجيجنوم والاليوم هم قاعدات في السنترال بارت اوف ذا ابدومينال كافيتي، والجيجنوم ريبريزنتد للابر 2/5 والاليوم ريبريزنتد للور 3/5. طول السمول انتستين على بعضهم ابروكسيميتلي حوالي 6 مترز تمام اللي هم 20
فيت 20 قدم، وقسمناه 25 سنتيمتر الاولاد هم ديدم، والباقي اللي هن قسمنا الى 2/5 و 3/5 باش وصلنا بعدها للنهايه اللي هنا which is called ileum. الجنكشن بين سمول انتستين اند لارج انتستين تسمى ileocecal junctions. باش يبدا البارتس بتاعت اللارج انتستينز، طول اللارج انتستين على بعضهم حوالي 6 فيت 6 اقدام. قارنوا بين 6 متر والله 20 فيت و6 اقدام، فهتلاحظوا في فرق. الدايامترز بتاع اللارج انتستين اكبر، ستارتد باي سيكوم، والسيكوم فيها ليمفويد اجريجيشنز بروجكشنز which is called appendix. بعد السيكوم يجيني ascending colon, transverse colon, descending sigmoid rectum and the anal canal. هذوما هم البارتس اوف لارج انتستينز والنيمز بتاعتهم. نجول للاكسسوري جلاند. بالنسبه للسليفري جلاند احنا غطيناهم، يجيني بعدها فيري امبورتنت جلاند which is called liver. الليفر هي اللارجست لارجست جلاند ان اور بودي، وقاعده في الرايت ابر كوادرنت اوف ذا ابدومينال كافيتي بيلو ذا diaphragm. تمام، الليفر very important، وفيها جوا منها فتحة مهمة بكل which is called porta hepatis. This is the site of porta hepatis، ويمر منها porta hepatis, bile duct, hepatic artery and portal vein. مهم بكل تعرفوا شن هي porta hepatis والstructures اللي يمروا منها. آخر جزئية عندي which is called pancreas. البنكرياس عبارة عن gland تعتبر دول اكسوكراين اند اندوكراين. الاندوكراين فانكشنز بتاعها تصب الهرمونز within the blood اللي هم الانسولين والجلوكاكون، والمين فانكشنز اللي هن تدير عملية ريجوليشنز للبلد شوجر ان اور بادي. الاكسوكراين سيستم سوى البنكرياتيك جوس يبي يصب باي مين بنكرياتيك داكت واكسسوري بنكرياتيك داكت، في النهايه بكل يصب السكريشنز بتاعها within ذا الديودينم. فنبي نحكي شويه كلينتين على البلياري سيستم. التيوب باش نوصلوا السكريشنز بتاع الليفر والبنكرياس تو ذا الديودينم. فانا عندي من الليفر طايله تو داكت رايت وليفت هيباتيك داكت، يتجمعوا مع بعضهم ويكونوا لي حاجه تسمى common hepatic duct. الكومن هيباتيك داكت تلقى في داكت فيري امبورتنت تسمى السيستيك داكت. السيستيك داكت هي اللي جايبت لي السكريشنز بتاع الجزء الاخضر هذا which is called gall bladder المراره. تمام، السيستيك داكت زر العمليه جويننج للكومن هيباتيك داكت، ومع بعض حيكون سوري الكومن هيباتيك داكت مع السيستيك داكت يكونوا كومن بايل داكت، هذه اللي هي تطلع من البورتا هيباتس. الكومن بايل داكت حتمشي بيهايند الديودينوم فيرست بارت اوف ذا ديودينوم جويننج للبنكرياتيك داكت، ويكون مع بعض هي ذيس از هيباتيك اللي باللون الاخضر، والبنكرياتيك يكونوا مع بعض امبولا اوف فاترز والله الهباتو بنكرياتيك داكت. الهيباتو بنكرياتيك داكت هي نفس الامبولا اوف فاترز، يفتح عنهن الاثنين مع بعضهم within the duodenum باش يكملن عمليه الدايجستشنز للماتيريالز اللي ما صارلهمش عمليه دايجستشنز within the stomach، باش بعدها تبدا الستيب الثانيه اللي هي ستيب اوف ذا ابسوربشنز.